عارف ده معناه ايه يا سلام؟ عارف ان احنا بنسترد كرامتنا. مش كده بس، ده معناه ان جوانا طاقه تحقق المستحيل. دي اول خطوه ان شاء الله عشان نحقق كل احلامنا. يعني ايه يا سلام؟ انت ليه مش عايز سامي تروح تقابل بوسينا بكرة؟ مش يمكن يكون الحظر اتفك ونقدر ننفذ اللي اتفقنا عليه؟ اللي اتفقنا عليه ده هو اللي قلقني، رعبني. انا حسيتها من ساعة ما دخلت عليك. مالك عامل في نفسك كده ليه؟ مالك يا سلام؟ ايه اللي جواك بالظبط؟ مش عارف يا سامي، بقالي يومين مش عارف انام. كل ما احط دماغي على المخدة هقوم على كوابيس. انا حاسس ان احنا اللي بنفكر فيه ده غلط، اللي بنفكر فيه ده ممكن يدمر كل اللي جاي. يعني قررت ايه؟ نويت تسكت؟ هتسيبه سينا؟ هتسيبها تضيع من ايديك بالسهولة دي؟ السهولة دي؟ انت مش شايف ان كل الظروف ضدنا وبتفرقنا؟ يا اخي بطل بقى ضعف واستسلام. من فضلك يا سامية، انت تروحي تقابليها بكرة. يا سلام ما تفرطش في الامل، لازم تدافع عن حقك في الحياة. معلش يا حبيبي، معلش يا ضنايا، اصبر وتحمل. كل الكلام اللي قاله لك صاحبك نبيل الحلواني عنده حق فيه 100%. ايه قولك بقى؟ بس انا عايزاك تصبر كده وربنا هيعوض صبرك خير ان شاء الله. يا امي، مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تعوضني لو بوسينا ضاعت مني. يا حبيب قلب امك، انا عايزاك تتعلم، بس توعدني بقى ما تزعلش مني. الدنيا يا ضنايا ما بتقفش عند حد بتحبه ولا واحدة ما اتجوزتهاش. الدنيا ألف حاجة وحاجة مشبوكين في بعض.
بس المهم انا مش عايزاك تيأس ولا تضيع مستقبلك. لا يا ضنايا لا، ده انت لسه كده ورده بتتفتح قدامها عمر طويل. بصراحه سلام، يعني كان في موضوع كده كاتمه في نفسي وعايزه كنت اصارحك بيه من زمان. خير يا ماما؟ موضوع ايه؟ ما تتخضش كده. موضوع البت سامية اختك، يعني لما بيجي صاحبك اللي اسمه نبيل الحلواني تفضل قاعدة معاكو معاه، مش بس كده لا، تفضل ترغي معاكو يعني كده يجي بالساعات. ايوه ماما، ودي فيها ايه يعني؟ على ماما؟ هو انت تايه عن اختك سامية؟ دي طول عمرها نفرية وما بتقعدش مع حد، ويدوب حياتها ما بيننا وما بين الجيران ودمته. ماما بصراحة أنا مش فاهم قصد حضرتك إيه. لا يا واد، أنت فاهم قصدي بالمظبوط. مش ملاحظ كده إن البنت أختك سامية بترتاح للكلام معاه وبين الواد كده داخل مزاجها؟ يا ماما، يا واد إذا كنت فاهم حاجة قولها لي وريحني. يا ماما أنا كل اللي فاهمه بعيد خالص عن اللي حضرتك بتقوليه ده. أنا كل اللي فاهمه ماما إن نبيل وسامية واقفين جنبي بيحاولوا يدوني أمل علشان عارفين أنا بحب بوسينة قد إيه. والنبي يا واد أنت عبيط وطيب وعلى نياتك. بكرة تشوف إن ما كانش كلام أمك محاسن يطلع مظبوط، ما بقاش محاسن اللي شعرها شاب من كتر ما شافت وقابلت في الدنيا دي كلها. سيبها لله يا حبيبي، تبات نار تصبح رماد. لا شوف الفرع ده اهو. ايوه هاتوا كده هاتوا كده، انا عايز اللمض الحمرا دي تبقى باينه كده. مبروك الف 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 مبروك يا عم احمد. اديني فرصه اديني فرصه اعمل حاجه معاك يا اخويا. ما تعمل، هو حد عاشك ولا يا فنجره بقي وبس؟ فشل، اصل ده مش فرح الست بوسينه لوحدها، ده فرحنا كلنا، فرح الحب الحاره بحالها. الله يكرمك يا عبد القادر يا جميل انت. يلا مبروك. لما بقى انا اصلا عايز اثبت الزينه دي اسبوع على الاقل علشان الحكايه تستاهل التعب والمصاريف اللي صرفناها. حلوه قوي. لا ما تحركش حاجه، كل حاجه كده كويسه وعليك الف. بس شوف يا حبيبي بعد ما هتخلص هتعمل لي تيست اختبار. اي لمبه ما هياش بتنور ما تبقاش هتاكل فلوس. كل ما دي دفعته بلمبه تنور، ما تستعبطليش. الفرع الاخضر ده في لمبه مكسوره اهي. شد شد انت غيرتها؟ لا هي دي هي دي، ما حطيتهاش ايه؟ انت تستعبطني يا ابني؟ انا ما حدش يقدر يستعبط احمد الصحراوي، خد بالك انا بقول لك اهو. يلا عشان اجيب لك الباسطه كده وانت والجبالة بتوعك تاكل حاجة. يلا فارم عليك يا عبد القادر، ايه الاخبار الحلوه دي اللي زي الشهد؟ اسمع، الايام اللي جايه دي عندك شغل مهم كبير قوي، مش عايز اي حاجه تغيب عن عينيك مهما كانت صغيره. يلا اديني احمد اكلمه. من عينيا. حاضر. أس أحمد، أس أحمد. مين؟ تلفون عشانك. مين؟ الباشا. ألو. إزيك يا أحمد؟ وإزاي بوسينة؟ اسمع، أنا مش عايزك تزعلها خالص اليومين دول، وما تأخرش عنها أي حاجة تطلبها مهما كانت. أنا خلاص حجزت أحسن قاعة فرح في البلد، وأنت عارف نفسيتها بقت تهمني اليومين دول. وبعدين سيب لها الحبل شوية، خليها تتصرف براحتها. أيوة يا أحمد دي رغبتي. يلا مع السلامة. كلامي اللي بتقوليه ده يا سامي؟ لا أكيد اللي أنت سمعتيه ده كده.
كذب ومستحيل اي حد يصدقه. يا ابني احمد معروف، وطي صوتك حد من الجيران يسمعك. ما بنتك هيبقى جعلان يجنن. قلبه سينا هتتجوز حد غيري. في حد عاقل ممكن يصدق الجنان ده؟ اهدى بس يا سلام، خلينا نسمع بالراحه. اسمع ايه بس؟ اسمع ايه؟ ده كلام لو حلفولي عليه مليون مره مش ممكن اصدقه. يا حبيبي انا اختك ومش ممكن اكذب عليك. قولي لي ان حد اتقدم لها، قولي كده يمكن اصدقك. لكن زغريت وفرح هي موافقه كمان. ها انا زيك، المفاجاه كانت هتشيل التفكير. فضلت واقفه مش عارفه اتصرف ازاي، اروح ولا ابعد. قلت لا لازم افهم. لقيت واحده من جيرانهم وقفتها وسالتها، حكيت لي على كل التفاصيل. تفاصيل ايه؟ التفاصيل ايه؟ حبوسينا حبت في يوم وليله، اتعرفت بحد وافقت عليه وهي محبوسه ورا البيبان. ممكن تسمعني من غير استخفاف لو سمحت؟ اللي تقدم لها عن طريق ابوها، راجل بيقدر، وتحديدا تقدم لها من طرف القاضي ده اللي هم شغالين في شركته هي وابوها. مش بقول لك كده علشان الراجل ده تحديدا بقى بوسينا بتكرهه. ما هي رافضه بوسينا رافضه فعلا، بس ابوها بيهددها لو ما قبلتوش هيبقى اخر يوم في حياتها وحياتك انت كمان. وبوسينا يا ساميه رايها ايه؟ رافضه بس هتعمل ايه؟ كل حاجه اتحددت حتى معاد الفرح. يا بوسينا مش ممكن تضيع مني، لا مستحيل. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني ما تعملش في روحك كده، مش ممكن تضيع مني. سلام يا نبيل، اسحب يا ايزي روح ولا ايزي. يا سلام بسرعه يا نبيل، اوعى تخلي تصرف تتحاسب عليه. يا رب انا خايفه قوي يا ساميه. ما تخافيش يا ماما، ادعيله من قلب امي، يا رب استرها معاه. يا رب احميك يا ابني يا رب. معقوله يا سلام مجرين وراك المشوار ده كله؟ ايه معنى سكوتك ده؟ ايه الياس اللي انت فيه ده؟ تتكلم وكانك مش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ده تحدي لثباتك وصمودك ورجولك. ابوس ايدك، مش وقت كلامك الكبير ده. كلامي ابسط مما تتخيل، وبعدين ده المفروض تبقى انت مستوعبه من اول لحظه. كل اللي انا شايفه ومستوعبه دلوقتي ان عمري واحلامي وسعادتي بيتسرقوا مني. ايوه، يعني ايه الرد؟ هتسيب اللي يسرق يسرق، تستسلم، ترضى بالامر الواقع، وبعدين تحرق في دمك وتدمر اعصابك؟ طب عايز نعمل ايه؟ يبقى واجه، وانا واثق ان بوسينا رافضه وده المهم. صباح الخير يا ست الكل. صح النوم يا حبيبي. يا صباح النور والجمال على عيونك يا دنايا، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله يا ام، الحمد لله. اذكر الله يا حبيبي. يلا كده روح كده احلق دقنك وتوضى وانزل صلي الجمعه وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى وبحق اليوم المفترج يوم الجمعه ده هتبقى زي الفل وربنا هيديك القوه يا حبيبي. الدنيا ما بتتوقفش مهما يكون. ما كانش أعز عندي من المرحوم أبوك، ساب في قلبي حزن ملوش نهاية.
لكن اهي الدنيا ماشيه واضحنا عايشين وموجودين وهو مش موجود. اتكل على الله يا حبيبي، النهارده يوم مفطرك باذن الله في رعايه الله يا دناي. يا رب يا رب جيب العواقب سليمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا ست الكل، ولو اني والله تعلانة منك كنت فاكراكي هتتصلي بيا من بدري وتقولي لي كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. ما انتي ناسية النهاردة 12 يناير عيد ميلادي. كل سنة وانتي طيبة ومتهنية قدر يا كريم. وازاي مدحت يا حبيبتي؟ بيبوس ايديكي وطاير من الفرحة من امبارح، محدش قد ليه؟ ولو اني كنت عايزه اعملها لك مفاجاه لحد ما تيجي بالليل. خبرين يا ماما الاثنين احلى من بعض. مدحت وسليم يا ستي مضوا عقد الشركه الجديده واوراقها هتخلص في خلال شهر. يطمن قلبك بالخير يا حبيبتي. الف حمد والف شكر ليك يا رب. طب وايه المفاجاه الثانيه؟ هقول لك يا ستي. قولي لي الاول مبروك. اصل انا امبارح رحت للدكتور، ما انا خلاص بقى هبقى أم. الله يبارك فيكي يا ماما، كله يا حبيبتي بفضل دعاكي ليا. بقول لك ايه، انا مستنياكم النهارده، اوعوا تتاخروا عليا، هزعل قوي والله. خلاص ماشي، لا اله الا الله، باي باي. حبيبتي وشك عليا حلو قوي، وحاسس كمان ان انا لما بمسك ايديكي كاني بمسك النجوم بايديا. حد يفتح الباب يا ولاد، انا في المطبخ. حاضر يا ماما، انا هفتح. حسينة جاية الحق اخر فرصة معاك قبل ما تضيع. معقولة؟ حسينة ازيك يا حبيبتي؟ ما صدقتش نفسي لما سمعت صوتك. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ طبعا طبعا، اتفضلي اتفضلي يا حسين. اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. الحمد لله ان انتي بخير. الحمد لله على كل حاجة، بس في الحقيقة انا مش بخير. انتي خرجتي من البيت ازاي؟ جاية لسلام بعد ما ذبحوني بسكينة تلمة، أفرجوا عني، فقلت أول مكان أجي فيه هو هنا. عملت طيب؟ مالك يا سلام سكت ليه؟ لا 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 مفيش. أصل سلام أخويا مذهول، يعني أول ما شافك فرح قوي فأغمى عليه زي ما أنت شايفة كده، مش مصدق نفسه. يا جماعة الوقت ضيق وأنا يا حبيبتي عرفنا كل حاجة. كل حاجة صدقوني الموضوع ده مش بإيدي، هم اللي غصبوني على كل حاجة. أنا لولا إن إيماني كبير بربنا أنا كان زماني عملت في نفسي حاجة. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، ما تقوليش كده، ما تحليش أزمتك بكفر والعياذ بالله. يا جماعة المسألة محلولة، أنتوا الاتنين بتحبوا بعض يبقى تتجوزوا، لأن ده قراركم ودي حياتكم اللي أنتوا هتعيشوها. هو ده الأمل اللي مصبرني وعايشة عليه. خلاص طالما بتحبوا بعض يبقى قوموا دلوقتي واتجوزوا حالا. من دول اللي هيتجوزوا حالا يا سامي. اهلا، ازيك يا ابو سينا؟ الحمد لله. ازيك يا طنط؟ اقعدي استريحي. ما جاوبتنيش يعني يا سامي، مين دول يا اختي اللي هيتجوزوا حالا؟ وانا ماليش دعوه. اتكلمي يا بنت عادل من غير اشارات. قول حضرتك سلام وبوسينا هيتجوزوا حالا. يا سلام، سلام وبوسينا هيتجوزوا حالا وفي السر كده ومن غير ما حد يعرف؟ انا اللي اعرفه ان احنا ما تقدمناش، وابو بوسينا المحروس جه وسمعنا من المنقي خيار
وعلى صوته وهدد من غير لا خوف ولا حساب. يبقى ايه اللي جد بقى؟ ابوك المحروس وافق فجأة كده؟ لا يا ماما، بالعكس، ده عايز يتجوزها لواحد تاني ويدمر حياتها هي واخويا سلام. يبقى الحل يا فرحة ان هما يتجوزوا كده في السر من غير ما حد يعرف؟ انا لو تذبحوني لا يمكن اوافق على الكلام ده. بقى ده كلام يرضي حد يا ناس؟ يتجوزوا منهم لبعضهم كده؟ مش موافقة يعني مش موافقة. يعني حضرتك رأيك ايه يا طنط؟ ترفضي يا اختي، تحلي الحكاية مع ابوكي، تفهمين العريس الجديد مش على هواكي، لكن تتجوزوا فجأة وفي السر كده ومن غير ابوكي ما يعرف ما ينفعش. ابوكي يا اختي ما كانش بسيط، ده جه وقالها بالفم المليان انه هيخلص على سلام ابني ويسيح دمه. تبقوا تتجوزوا انتوا وتدفعوا حياتكم تمن، واحنا نقعد كده ان شاء الله نتفرج عليكم ولا ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انت تخرس يا بنت انت، خلاص وما تتكلميش. هو ده كلامي وما عنديش ولا كلمة زيادة بعديه. بس ده رأيك يا سلام؟ زينة يعني مش عايز اخد قرار متهور ما نبقاش حاسبين نتايجه ايه. سلام انت بتقول ايه؟ خلاص يا سامية، كل حاجة واضحة مش محتاجة كلام. زينة انا شايف ان الفرصة الوحيدة انك الفرصة خلاص، الفرصة خلاص خلصت وانتهت ولا يمكن هترجع تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك مسهمة كده ليه؟ انا جاهزة. جاهزة لايه بالظبط؟ جاهزة لاي حاجة، تذبحوني تقتلوني تجوزوني للي انتوا عايزينه. بعد الشر ايه اللي حصل؟ مصيبة ان ما حصلش يا ماما ومش هيحصل. انا هدخل احبس نفسي في الاوضة لحد ما تيجي اللحظة اللي تقرروا فيها هخرج من هنا على فين. كنت عارف ان ده اللي هيحصل بالظبط يا عبد القادر. ما عندكش فكرة عن السعادة اللي انا حاسس بيها قد ايه. يعني سيادتك مش متضايق؟ متضايق اطلاقا. اللي عملته بوسينة ده تصرف طبيعي، اي واحدة في سنها كان لازم هتعمل كده. ولعلمك بقى انا اللي خططت للموضوع ده كله، انا اللي امرت احمد شعراوي ان يفتح لها القفص عشان تطير وتكتشف غلطها. غلط يا سعاده الباشا؟ غلط اختيارها في الاول للولد النكره الضعيف اللي ما يسواش حاجه. اعظم حاجه تعملها عشان تخلي اللي قدامك يقتنع بيك انك تخليه يقتنع بنفسه ان كل اللي تربى عليه غلط، وان اختياراته اللي كانت قبل منك مجرد وهم. طبعا انت مش فاهم اي حاجه. ما انت غبي فتح لي بقك وقاعد تسمع وخلاص. مش مهم، المهم ان في حاجه تانية مهمه لازم تنفذها بسرعه. عينا باشا، دي دعوة فرحي على بوسينة. شاكرين يا باشا، تصور سيادتك أول فرح زوات أحضره. دي مش ليك يا متخلف. أمال لمين يا باشا؟ هديلك العنوان اللي توصله ليها ومن غير ما حد يحس. أنور رفقي ده باين عليه اتجنن.
رجع مراهق تاني. تصوري بعت لي دعوه فرح على بيتي، متصور اني هتضايق ولا هتغاظ، مش عارف ان انا كشفاه وحافظاه اكتر ما هو حافظ نفسه. انا متاكده ان اللي هو متضايق دلوقتي ومتغاظ ومش عارف يعيش حياته، مش قادر يصدق انه في واحده على وش الارض وقفت قدامه وقدرت بعلو صوتها تقول له لا. ان انت يا سلام، انت عارف معنى غيابك عن الخدمه ده ايه؟ ده جيش يا بابا مش طابون. خلاص يا نبيل خلاص، ما كنتش عايز انزل، ما كنتش عايز اروح ولا اجي، حاسس ان ارادتي اتشلت فقدت اي رغبه ليا في الحياه. ايه يعني، انتحار ولا ايه؟ يا ريت يا اخي يا ريت، بس مش نافع، اديني عايش قدامك اهو. عيشة ايه اللي انت عايشها دي؟ عيشة من غير اي هدف؟ انا خلاص يا نبيل ما عدليش اي هدف في الدنيا. انت غلطان يا سلام، انت باص تحت رجليك، اللي بتعمله ده ممكن يدخلك السجن بعد ما كنت بطل. بطل؟ ايوه بطل، بطل وستين بطل كمان. عملت لي ايه بقى البطولة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي؟ اديتك احترام الناس واديتك احترامك لنفسك. يا اخي فوق بقى، انا هجيلك من الفجر وهشدك على الاشلاء. لو جزء من حلمك ضاع، في عندك بيت احلامك حققها. من فضلك يا نبيل ما تجيبش سيرة الاحلام دي خالص، الكلمة نفسها بقت بتنرفزني يا اخي. عمري ما كنت اتصور ان المكان ده هينور بواحدة بالجمال والحلاوة والجاذبية دي. يا ريتك تكوني حاسة بنفس سعادتي، بس في مبدأ احبك تؤمني بيه عشان نبني حياتنا مع بعض على اساسه. اللي فات كله ماليش دعوة بيه ومش هطلب منك انك تعتذري عنه، لكن اللي جاي، كل اللي جاي ملكي انا، تصرف تصرف وساعة بساعة وثانية بثانية. اتفقنا يا عروسة؟ اتمنى من كل قلبي ان الدموع دي تكون دموع الفرح. اكذب عليكي لو قلت اه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليه بس كده؟ في الأول كنت فاكرة كده زيك بالظبط، لحد ما شفت بوسينة في الفرح من أول ما ابتدى وهي حزينة، بقى قلبي يوجعني عشانها. بقولك إيه، أنت عارفة أن الاسم والنصيب جملة حد هنا، ومحدش في الدنيا جه يقدر يغير اسمته ولا نصيبه. أنا عارفة وفاهمة كده كويس يا أفكار، لكن أعمل إيه، لازم أفضفض. أما بقى اللي في إيده كل حاجة مزقطط ولا همه، يبقى ملهاش حل غير إنك كده تصبري كده وتصبريها وتضحكي في وشها علشان تنسى الهم اللي هي فيه. ومين عارف، يمكن ربنا يخيب ظنك وظنها وتبقى الجوازة فل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بستغرب لما أنور يهمك للدرجة دي، إزاي تسيبه في ليلة زي دي؟ كان لازم أخد موقف يا نهال،
كان عندي أمل إنه يفوق، كان عندي أمل إنه يحس إنه بيغلط أكبر غلطة في عمره. أنا نفسي مش مصدقة اللي بيحصل ده. بوسينة شعراوي ملقاش أنكد من كده. ما كان قدامه الأجمل والألذ والأظرف، لكن هنقول إيه بقى؟ قلة بخت. آه صح، قلة بخت. سلام سيد عمران. سلام عابد، قول حضني يا اهو. ازيك يا سلام؟ ازيك حبيبي؟ ازيك يا سيد؟ عامل ايه يا سلام؟ وحشني جدا جدا. شوف شو وحش يا رب. ازيك عامل ايه؟ تمام، 10 على 10 بالظبط زي ما كانت بتديني قبله ثانيه في ابتدائي. لسه دمك خفيف وتحب تهزر زي زمان. الحياه مش محتاجه غير التهريج، تهريج وبس. انا اصلا الواحد مش واخد منها حاجه يا عم. ايه النكد؟ على فكره انا واخد اسبوع اجازه من اوروبا، قلت لازم اجي اشوفك اولا عشان وحشني، ثانيا عشان اسمع ايه اخبارك يا حبيبي. عامل ايه؟ كله تمام هي يعني اخباري ما تطمنش. لا لا بلاش النكد ده، اوعى. الدماغ دي متكلفه وناوي اقضي ايام حياتي سهلله. تعال نقعد في حته اسمع كل قصصك من غير نكد. يلا يا سلام. للاسف هي دي حكايتي، فهيالي ما ينفعش تحكي بطريقه تانيه، لان الالم جزء منها اللي يمكن اهم جزء فيها. انا ما انكرش يا سلام ان حكايتك بؤس ونكد كلها، بس لو ليا ذرة معزة في قلبك اسمع نصيحتي. اسمع نصيحتي يا سلام المرة دي. قول اتكلم يا أخي، أنا من زمان بحسدك على روقان بالك. كل شوية بكتشف إن أنت الوحيد اللي فاهم الدنيا صح. لا مش بس فاهمها، ده أنت مستمتع بيها لأقصى حد. عيش لنفسك يا سلام، ما تحبش في الدنيا دي أكتر من سلام. لا بمعنى أدق وأوضح، ما تحبش في الدنيا دي كلها غير سلام. الحياة ما تستحملش إنك تعيشها بقلبك، القلب دوره صغير جدا. ما يستحملش إنك تحب غير نفسك، سلامه بس. الحل عندي بسيط وسهل، ولو نفذته هتعيش أحلى أيام حياتك. ألف مبروك يا سلام أخوي، ألف بركة حبيبي. بالك أنت، أنا أول ما جالي الخبر إنك كنت مبلط في خط قلبي وجعني، وقلت مش ممكن اسيب اخويا كده، لازم اجي واقعد معاه واحط عقله في راسه، وهي دي اللقطه. ما تقلقش عليا يا سليم، انا خلاص قررت اخلص كل اللي ورايا علشان انفذ اللي انا قررته. نحب نعرف بالظبط ايه اللي حضرتك قررته. هسافر يا سميه. تسافر؟ تسافر على فين؟ اي حته يا ماما، اي حته بس بره مصر. ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده مش كلام، ده قرار وهنفذه. يعني هنفذه؟ طب ولزومه ايه توجع قلوبنا وتشحتفنا عليك يا ابني؟ بيهرب يا ماما. سامية مفيش تسمية غير كده. يا بنت استهدي بالله بقى، خلينا نعرف الراجل دماغه فيه ايه. يا ابني واضح ان البي خارج من صدمة عاطفية هو نفسه كان سبب فيها. يا سامية ما تهيفيش الموضوع، انت اكتر واحدة عارفة ان الحكاية دي اثرت فيا قد ايه. ده الكلام اللي انت بتحاول تقنع نفسك بيه. يا ابني بص لنفسك شوية، بص لنفسك في المراية، شوف نفسك على حقيقتها. ما تبقاش مزوخي، ما تبقاش انهزامي. مظبوط، مزوخي. انا شاكك فيه من بدري، مزوخي وانهزامي. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انتوا بتقولوه. انا بقى اللي فاهماه ان ابني هيبعد، واللي عارفاه كويس قوي ان اللي بيسافر بيقعد سنين طويله في الغربه. اديكي قلتيها يا ماما، يعني انا الاول اللي هيسافر ولا اخرهم. ايه احنا جينا عشان نتكلم مع بعض؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم معايا بعيد عن اختك الزنانه اللي لسانها عامل زي المتروليوز. قول لي بقى اخويا، انت ازاي فكرت في الموضوع ده يعني وما حصلكش نوع من التردد؟ اتردد ازاي بس يا سليم والمساله فيها منافع؟ منافع؟ الله، ده الكلام هيجيب بعضه. انت بتقول كلام حلو قوي. ولا سعد، يا سعد انت هلا علينا السلطان سليم. اعمل لنا اتنين سحلب بالمكسرات وزود اللبن شويه والمكسرات. اقول لك اعملهم اتنين دبل واكمل اول دبل. ها احسن يا اخويا. ايه ده انت هتصطاد عصافير ولا ايه؟ امشي هتقول اعمل لنا اتنين سحلب. تحت امرك. مفيش حاجه، هو واخد عليا كده مش بشخط وهبطل على طول. قول لي بقى، قول لي يا ابن امه يا ابويا واغلى واحد عندي في الدنيا، ازاي يعني في منافع؟ مصلحتي يا سليم، والكل نصحوني بده.
عقود العمل هناك بتبقى بمبالغ ضخمة، يعني اللي ممكن أعمله هنا في سنين هناك ممكن أعمله في شهر واحد. حلاوة المنفعة والمصلحة والبعد كمان يا سليم أحسن لي، علشان أنسى طعم المرارة والألم من عشتي. طب تصدق بالله أنا أول مرة أكتشف إن كلامك كله متستف. اتكل على الله ربنا حكرمك. ربنا يخليك يا سليم، أنا كنت عارف إن أنت الوحيد اللي هتشجعني. إيه اللي شجعك؟ وقف معاك كمان، أؤمر أخويا. هنعمل إيه بقى في أمك وأختك؟ مالكش دعوة بيهم، سيبها على الله، أنا هسيطر عليهم. وأنت لا مؤاخذة هتتاجر في المخدرات، أنت مسافر، وأخوك سداد اللي أنت نفسك فيه أخوك طول عمره خدامك. بسينة بسينة صباح الخير. صباح الفل، صباحية مباركة يا عروسة. يلا اصحي بقى عشان مامتك وباباكي تحت. يلا يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرقيكي أرقيكي من عين الحسود. إزيك يا بوسبوس ولا السفيرة عزيزة؟ زغرتي يا عزيزة. لا 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 لا، ما بحبش الحاجات دي في بيتي خالص. ليه يا بيه؟ عشان الناس كلها تعرف إن أنتوا مبسوطين ومتهنيين. ما بحبش أقول الكلمة أكتر من مرة. بلاش زغريت يعني بلاش زغريت. خلاص يا أنور بيه، مادام سعادتك مش عايز زغريت بلاها زغريت يا عزيزة. تعال يا أحمد نقعد في الفرندا نسيبهم على راحتهم. تحت أمرك يا سعادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دموع دموع في تاني يوم جواز ليه كده يا حبيبتي؟ يسر يا ماما، ان الدموع هتفضل بقيت عمري في عينيا. ليه كده بس؟ ده الناس كلهم حاسدينك في الحته، والراجل باين عليه بيحبك ومرهوف عليكي. ده مش حب يا ماما، دي لهفه بشكل مرضي. اعوذ بالله، شكل مرضي؟ ايوه يا ماما، يعني مش لهفة طبيعية، مش لهفة راجل بيحب ست وبيخاف عليها، لا دي لهفة راجل على أي ست، زي حيوان عايز يتجوز أي واحدة قدامه. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ ده إحساسي اللي عمره ما يخيب أبدا. هو كان عارف ومتأكد إنه لا يمكن يقدر يوصلي في الحرام، فقال يتجوزني وخلاص. والنوع من الجواز ده بيفشل يا ماما، ومفيش ست محترمة ممكن تبقى على نفسها حاجة زي كده. أنا أستحمل أي حاجة إلا إنه يتعامل معايا على إني حيوانة، فاهمة؟ إلا إنه يتعامل معايا على إني حيوانة. اصبري بنت الناس الأصلة، لازم تستحمل لحد ما كل شيء يتغير مع الأيام. أنت اللي بتشجعه على الغلط، أنت اللي عايزه يهرب من الدنيا بحالها يا عشوائي. يا سامية، مش سليم اللي بيشجعني، أنا اللي مقرر وهسافر. يعني هسافر أنا عشوائي؟ هو اللي بيعتمد على نفسه في الزمن ده بيبقى عشوائي؟ قسما بالله يا بنت الناس، خدي بالك لو ما حطيتش لسانك في بقك انا هسيب القعده دي وارحل. ما تقوم تمشي، ما ترحل يا ابني حبيبي، ده انت الكبير، انت القدوه، انت الخبره والمثل الاعلى، انت المثال المحلول. يعني المساله كده وفي خطوات الحل، المفروض احنا نقلدك عشان نوصل لنتيجه صح. بس هقول ايه اذا كان انت نفسك غلطت قبله؟ ايوه ستوب بقى لغايه هنا، انت كده بتلسني. الأستاذة بتلسن عليا عشان أنا متجوز ناني، ودي حاجة مش هسكت عليها محاسن. محاسن؟ يا واد بلاش قلة أدب، 100 مرة أقولك تقولي يا أمي، إيه ده مفيش احترام ولا إيه؟ وأنت كمان، وبعدين معاك، سيبيني أتكلم مع أخوكي براحتي بطريقتي اللي أنا أعرفها. يا ماما يا حبيبتي، ده أنا الوحيدة اللي بقولك يا ماما، كلهم بيقولولك يا محاسن. بس يا بنت بلاش قلة أدب أنت كمان، جرالكوا إيه كلكوا؟ في إيه؟ مالكوش كبير في البيت ده؟ هتجننوني ولا إيه؟ يا ماما من فضلك إهدي إهدي. وانزلي اتمشى على الكورنيش، يمكن تخبط في دماغك وتنتحري. استغفر الله العظيم يا ربي. روق دمك يا جميل، مالك انت؟ انت احلى واحد في القعده دي كلها. خدي بقى الاخبار الطازه. امسك يا واد. وبعدين معاك، هو ده وقته؟ خلينا في الجد اللي احنا فيه دلوقتي. وهو معاك يا سليم، مفيش فايده. بالحق
أكلت حاجة قبل ما تيجي ولا لا يا واد؟ حبيب أمك. شيء فظيع إنك تعيش مع ناس فاقدين الوعي، الحقائق قدامهم ومع ذلك مش شايفينها، أو شايفينها بس مقلوبة. مسؤولية الواعي إنه يصبر ما يفقدش الأمل. نشر الوعي ما هوش سهل، ده محتاج سنين. بس أنا بقى شايفة ناس كتير قوي بيفقدوا الوعي، العدد بيكبر والمسافة بتوسع. ده التحدي المفروض علينا، لازم نخوضه من غير ما نشتكي. نخوضه ازاي يعني؟ ده تكتل، مجموعة كبيرة ضدي، كلهم موافقين على اللي بيعملوا سلام. أنا لوحدي بقى هعمل ايه؟ أصرخ بقى على صوتي؟ مفيش حد هيسمعني. تسمحي لي أكون معاكي؟ أقف جنبك في الصف وأواجه وأحاول؟ يمكن يكون ليه كلام مع سلام، لكن بقى ماما وصحر والأستاذ سليم اللي راحوا جاب لنا واحدة ست ناني، عايز يدخلها البيت ويعيشها معانا ونعملها زيها زينا بالظبط، ويمكن كمان ليها نفس الحقوق. خطوة خطوة يا سامي، مش يمكن لاقي وسيلة تخلي لي كلام معاها؟ وسيلة ايه؟ خلي الأيام هي اللي تجاوب، المهم دلوقتي إن أنا سعيد جدا إنك بتشاركيني في كل حياتك. اللي انت عاوزه يا سسلمة اعماله، واللي عاوز تساعد بيه اخوك تديهوله من غير ما تسأل. خلاص ما عادش في بيني وبينك فروقات. ما تأخذنيش يا ناني، انا لازم كنت ارسيك على الحقيقة، خصوصا بعد ما انت بعت الكافيتيريا وشاركتي بالفلوس دي مع مدحت أباظة. ربنا قادر يرزقنا ويعوضنا عن كل حاجة. يلا بينا، مش عاوزة اتأخر يا اخويا عن العمالة اللي بتعمل اجدع ديكورات في احسن كازينو في البلد كلها. حكم العمالة دي لو انا مش واقفة على ايديهم يا اخويا يتنبلوا لك في الخط. اطمني، طول ما انا جنبك محدش هيقدر يتنبل في الخط، والكازينو هيتفتح في ميعاده وهتبقي واقفة ومنورة الدنيا كلها. يلا جميل يلا. اول مرة اعرف ان حظك من السماء يا سلام. انا ده انا ابعد ما اكون عن حاجه اسمها حظ. انت بتغزي العين بس، من كتر يأسك انت فاكره كده لغايه ما ثبت لي انك مسعد. انت مسعد يا سلام، المفروض تغير اسمك، بدل سلام عابد نقول مسعد عابد. مكتوبالك مكتوبالك تعيش بقى ايام حياتك احلى ايام. سيدي عمران، انا مش فايق لهزارك وروقان بالك. يا سلام انا عندي الدليل. يا اخي انا اللي دليلي احتار فيك انت. ايه يا اخي؟ يا سيد انا اخر واحد ممكن الحظ يجيله لغايه بابي، ده لو فكر الحظ يجي لغايه عندي يبقى خلص من الدنيا كلها. لا 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 لا، ما احبش النغمه الحزينة دي، بتخنق، النكد بيخنقني، هتنرفز وخليك تدفع المشاريب. فكها فكها، اعمل معروف واسمع دليلي وتاكد بنفسك. الفرصه اللي مليون شاب يحلم بيها هتجيلك، هتجيلك على ايدي انا. هسافر معايا الصيف الجاي يا سلام انجلترا. انجلترا حد يطول يا عم، ده انا خمسة او ستة من صحابي سافروا من سنتين، حالتهم دلوقتي مش مية المية، مليون المية، ومنهم شوية راحوا فرنسا. اديك هتسافر معانا ونجرب حظنا مع بعض، وان شاء الله هتبقى فتحة خير ملهاش نهاية. يا عم يا بختك، هتقبض بالاسترليني.